السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة مايرهم. اليوم غادي نتلقى بكم فيديو جديد. هذا الفيديو غادي يكون اليوم عبارة عن فلوغ، غادي نمشيو نضربو في واحد الدويرة هكا خفيفة في أكسيون، نشوفو شنو هو الجديد اللي دخلو ديال هذا الشهر ان شاء الله. يلا خليكم معايا، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. البنات هنايا جيت للجهه ديال الشمع، داك الشيء زوين، اشكالات بزاف الصراحه، تحيري وشنو تدي، ولكن هادو عجبوني، لقيتهم هكا اللي دايرين الصالون المغربي فنين، دايرين بحال فيهم داك الشيء بحال الزليج ديالنا، وهادو فيهم داك الشوشه اللي كنديروها في الصالون ديالنا التقليدي المغربي،
وهنايا عاود تاني باللي دخلوا هادو جداد، هاد فيهم الفورمات مختلفين، هادو عاود تاني في الضوغي والكحل، وهادو عاود تاني ديال الخشب في الابيض والقهوي. انا اختاريت هذا، كنت خديت ديجا منه. وهادو عاود تاني ديال الخشب، عندك هادو عاود تاني وريقات هكا في الضوغي، حتى هما كنت خديت منهم، خديت غير الفورما الصغيره، الكبار قلت حتى نجرب ونشوف الكاليتي ديالهم. عاود تاني كاينين هادو، هاد البلاطويات جايين بلديين فن. جابوه هادو لي رانجمون اون بوا، حتى هما فنين، على برا تلقايهم غاليين، هنا داكشي رخيص والله. هادو عاوتاني الماس على شكالات ب6.95 أورو. هادو عاوتاني هنايا النقيلات ديالهم، حتى هما فيهم الكبار الصغار. هنايا كل مره اكسيون كيجيبو واحد لا مارك، هاد المره راهم مدخلين ديال طيفال، دايره ب9.95 أورو. هنايا البنات راني في الجهه ديال لي كوسان، دخلوا داك الشيء زوين. هادو الحويجات والله الا فنين، على برا كتلقايهم غاليين في لي ماكازان الاخرين. هادو كنت شريت منهم واحد العام، الكاليتي ديالهم فنه، كنت جبت في الكري وقيله والموف، صبني وعاودي بقاو كيما كانوا في الاول. كاينين اشكال بزاف بزاف الصراحه. هنايا جايبين لي ريدو عاوتاني، لي تابي عاوتاني، حتى هما كاينين، ولكن هاد المره يبانوا لي كاين غير واحد
غير واحد الشكل ماشي بحال ديما. هنايا شي هدية الكوزينة، هنا ما بقيت والو، كلشي خواوي. هنا هاد أكسيون الا بغيتي تمشي لها وتلحقي على الحوايج خاصك تكوني في الصباح. انا كنت مشيت هنايا في وسط النهار صراحه، شحال من حاجه مشيت عليها ما لقيتهاش، يعني مشيت على والو، جيت كنت محتاجه شي حويجات. هنايا الجهه ديال الميكا، هنا عندك لي رونجمون لي بواط هذوك تاع البلاستيك باش تجمعي الحوايج هكا. هنايا داكشي ديال اللي بغى يدير الصباغه وداكشي ديال الهوايات. هنايا عاوتاني الجهه ديال البيجامات وداكشي ديال الوليدات الصغيرين، صراحه دخلوا هاد البيجامات زوينين، فيهم شورت وتيشيرت ديالو فني للبنيتات ب4 اورو والكاليتي زينه بحالهم بحال ديال بريمارك صراحه. هنايا الجهه ديال لي كريم وداكشي، كاين هادي الجل ديال لالويفيرا، هادي فن، هادي هاديك البلو ديالها ما عمرني ما جربتها، ولكن الاخرى زوينه الصراحه. كاين هنايا بزاف ديال الشكالات لهذوك لي بودي كريم. هنايا كاين لي ماسك، عاوتاني تحيري وشنو تدي، والاثمنه مناسبه بزاف بزاف.
ايوا هنا يا البنات وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم هذا الفلوغ مع اللي درتو معاكم، ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو اخر غادي نوريكم فيه المشتريات اللي كنت خديت. يا الله بسلام عليكم.